عسلامة ميساء، عسلامة كل المستمعين. ألو ألو ألو، وي عسلامة. ألو وي كمال، مانيش نسمعوا فيك، ما نعرفش كان تنجموا تبدلوا لي الكاسك. لا تبدلوا لي الكاسك خاطر مش قاعده نسمع في ألو كامل. بي لو طون اللي تحصلنا عليه، خنذكروا اناش نحكيو على برنامج جديد ذا ستارز. الو، باش نحكيو على ذا ستارز، برنامج جديد للاعلامي كمال العويش، يتعاد على شان يوتيوب نتاعو. مرحبا ألو، كمال، مرحبا. عسلامة ميسا، عسلامة كل المستمعين راديو مان، تسمعني توا؟ اي بارفي بارفي، نسمع مرحبا فيك. بيك، مرحبا بيك ميسا، مرحبا بسماح، مرحبا بيك كل المستمعين راديو مان، يعيش وشكرا على الاستضافة. يعيش كالوغ، نحكي كيما قلت على ذا ستارز، مش يكون برنامج اسبوعي؟ بالضبط، برنامج أسبوعي، برنامج يحمل عنوان ستارز. هو برنامج باش نجيبو، هو خاصة برنامج للمواهب. كما تعرف ميسا، يعني نوعية البرنامج انه مش يكون خاص بالمواهب، هذا هو نوعية البرنامج باش يكون نوعية مواهب، لكن كما تعرف ميسا توما، خاصة انتم في البرنامج تاعكم انتم ويكند بلوز، تعملوا فقرة فيوتشر ستار اللي تجيبوا مواهب الفنية. اما بالنسبة للبرنامج تاعينا باش تكون مختلفة، على خاطر برنامج باش نجيبوا مواهب، معناتها عديد من المواهب، معناتها كيما موهبة معناتها في الغناء، في الرقص، في الرسم، في الإخراج السينمائي، في التيك توك، في الانستغرام، معناتها حتى في المجال مانكا، كل اختصاصات معنا، كل اختصاصات ثقافية. وعلاش لي يمكن باش نعملوا حاجة مغرومين بال يعني بال بالسبور، بالرياضة وكل شيء. معناتها حبيناه برنامج اسمه تو ستارز، هو الفكرة تعينا. والسلوغان تاع ليميسيون تاعنا اللي هي تو ستارز، اللي هي خلي مع تو ستارز خليك انت نجم. سلوكان هذا بي هو نخلي نعطي مساحة للموهوبين، نعطيهم مساحة باش يكونوا هما نجوم في برنامجنا، باش يعطيوا موهبتهم في كل مجالات، سواء في الثقافة، في الرقص، في السلام، في الشعر، في الخواطر، ولا في أي اختصاصات أخرى. بتينا صورنا الحلقة الأولى الحين اللي فات، حب في مناسبة شكون معك في الإنتاج؟ سمي ليكيب اللي معك. نحب نعمل ريميرسيمون للمخرج، مخرج البرنامج تاعنا سي صابر شتورو، توت ليكيب ليميسيون، نوجههم تحية. برودكسيون باش نسمي الاسم شركة معناتها بواد برودكسيون اسمها ريف كوتش، ريف كوات ماركتينغ. هما باش يكونوا معناتها برودكسيون اكسيكيوتيف في الايميسيون. والبرنامج باش يكون من اعداد وتقديم، من اعداد وتقديمي. هي الأول تجربة بالنسبة لي أنا، باش نعمل خواتها في هذا المنوع حبيناه، نحبوا نشجعوا المواهب، على خاطر كما تعرف ميسا أنه في التلفز نشوفوا برشا قنوات، خاصة قنوات تونسية، باش يعملوا يعطيوا برامج مواهب خاصة بالفنية، ما ركزوش برشا على مواهب في كل مجالات، حتى في الراب وكل شيء، معناتها فهمتني. قلت لما لا نعطيهم مساحة في البرنامج تاعنا في السيرش، باش نعطيهم مساحة لكل مجالات في الاختصاصات الثقافية، يعني في الدانس، في الرسم، في كل مواهب، باش نعطيهم فرصة باش الناس والجمهور يتعرفوا عليهم أكثر. علاش اخترت عنوان ذا ستارز؟ تحكي على النجوم لكن هذوما مواهب. معناتها برنامج سميت برنامج تحكي على النجوم وهما فقط مواهب، هما مشروع نجم. باهي،
هو شكرا على هذه السؤال. حبيت باش نقول انه في البرنامج تاعنا باش نشوفوا يعني نجوم معناتها في كل مجالات. باش نقول انه استضيفتنا ان شاء الله الحلقه الاولى تكون الشاعره التونسيه امل سبيعي. يعني حبينا البرنامج استاذ تتراوح بين نجوم الاهل الفن وبين الموهبه. كيفاش مش تكون المراوحة هذية معناه؟ يعني هما مش المواهب مش يقدموا مواهبهم في المجالات المختلفة كما كنت تحكي يا كمال، والضيف هو مش يعطي رأيه فيهم، ولا كيفاش مش تكون الحكاية؟ خلينا سبخيس يمكن علاش لي نختي رأي معناتها، يعني قلت علاش لي بالمش يعني الضيف الرئيسي يعطي رأيه للموهبة يعني في كل مجالات. ما نعرفش بالنسبة للحلقة الأولى مش خليها مش نكتشفوا الموهبة موهبة مميزة دون نتعرفوا عليها إن شاء الله خلال البرنامج تاعنا باش نهبطوها إن شاء الله قريبا. وقتاش قريبا؟ نغمة ما احنا باش نهبطوا البونت أنونس إن شاء الله هاتنين جاي في الفيسبوك تاع برنامج تاعنا توسترز، والليميسيون تاع الشتابت نهار الجمعة مع 7 ولا 7:30 على شان يوتيوب تاعينا. اي، ومدة الحلقة قداش تقعد؟ توا بالنسبة توا مدة الحلقة بين 35-40 دقيقة معناتها حسب معناتها باش يكون مدة الحلقة. فورما يوتيوب. نعم، فورما يوتيوب معناها فورما يوتيوب. فوالا، هوني باش نسألك علاش اخترت بث البرنامج على اليوتيوب؟ بالنسبة دقيت أبواب قنوات تلفزية ورفضوك؟ والله المشكله فيش كيما تعرف ميزه كيما نقول المشكله على خاطر انها كيما حنا نقدم البرنامج للقنوات التونسيه يطلبوا منك القنوات التونسيه كالعاده يطلبوا منك يعني لي سبونسور وكل شيء معناتها فهمتني. حتى الفكره تاع البرنامج ما متعطيتش في القنوات التونسيه باش حبينا انه الشباب هذوما اللي عندهم موهبه نعطيهم يعني يوريو موهبتهم قدام التلفزه التونسيه يعني القنوات الخاصه ولا قنوات علاش لي قنوات عموميه. هذيك علاش اخترت تيما في المجال كما كنت معك سيف في البرنامج حكيت له على برنامج سيفك ودارو. اخترت باش نعمل برنامج تاعينا باش نعبدو على اليوتيوب على خاطر ميزة انه حاليا العصر الجديد عصر الانترنت هو اكثرية كلهم يتفرشوا على ديجيتال على الانترنت وكل شيء معناتها فاهمين. فما قليل معناتها من الناس قاعدين يتفرشوا في المواهب قاعدين يشوفوا كيف تلسى، لكن أكثرية معناتها الناس يشوفوا في الديجيتال على الفيسبوك على اليوتيوب وكل شيء. هذيك علاش اخترنا بأنه أنا البرنامج باش نهبطوه على شان يوتيوب. علاش ليه؟ هو حلمي يا ميسة أنه باش نقدم برنامج في التلسة. ما قيتش ما جاتنيش عروض الدعم ما فماش شكون دعمك معناتها من القنوات اكيد ما قيتش عروض تلفزيه اللي يحبوا يعاونوني ويقفوا معايا. حبيت نقول انه عندي قدم، لكن هوني سامحني يا كمال، هوني حتى على اليوتيوب يتطلب امكانيات معناتها انتم قمتوا بتصوير برنامج وكانه مش يتبث في التلفزه نفس الامكانيات. اذا ما فماش مستشارين كما كنت تحكي اللي طلبوهم منكم التلفزه، اذا ما فماش حتى على اليوتيوب شنو مصادركم؟ منين قاعدين تصرفوا على البرودكسيون؟ احنا دابا بالمومون نشوفوا مع 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 الفريق ونشوفوا كيف نعمل الانتاج. انتوما صورتوا ديجا مش تشوفوا؟
احنا صورنا، احنا صورنا البرنامج على السنة اللي فات. اي منين صرفتوا؟ عملنا بالتدوعي معناتها صرفتوا من مالكم الخاص الناس. اي هذا هو هذا هذه هي الاجابه اللي حبيت نوصلها معناتها من عندكم انتم كل شيء. به حبيت نعاود نسيت نشكر توت ليكيب اللي وقفوا معايا اللي امنوا بالفكره. عجبتهم الكونسيبت تاع ليميسيون. قالوا لي كمال يعطيك الصحه ليميسيون معناتها عملناها حلقه مميزه معناتها باش نستمروا للبرنامج. حبيت نقول انه اللي يحبوا يشاركوا في الايميسيون يبعثونا على الايميل تاعنا اللي هو thestars.tunisia@gmail.com. نعم thestars.tunisia@gmail.com. سيد نعم نقول انه البرنامج هذا thestars ليس فقط برنامج للمواهب الغنائيه فقط، بل هي هي الكل في المسرح في الشعر كل مجالات في الدونس كل شيء. واضح شكرا لك. حبيت نشكر راديو ميد ونشكر ميسة ونشكر سمير. نشكر توت ليكيب وقفت معنا في الاميسيون. وحبيت نقول انه نهار اثنين ان شاء الله باش تهبط البرومو تاعنا في على الباج تاعنا في ستارت، لكن الحلقه كامله باش نهبطها على شان يوتيوب تاعينا. ايضا بالنسبه على الفيسبوك تاعنا احنا في الثلاثات باش نهبطوا كي مع مقتطفات من بعد السكري تاع حوارات وكل شيء معناتها حتى لي تالون وكل شيء معناتها. واضح شكرا لك. يعطيك الصحه الاعلامي كمال عويش. كما كنا نحكيو مع على برنامج جديد ذا ستارز اللي مش يتعدى قريبا على الشان يوتيوب نتاعو. بالتوفيق لي. نخليكم توا مع الموسيقى وبعد راجعين باش نكملوا باقي فقراتنا في كانت بلس ونكملوا باستقبال باقي ضيوفنا. قعدوا معنا.